والله يا قصفتهم بالبيت على كابات كل انا تختارون؟ انا بروح على السيد. طيب كم نقاط مديت؟ واجد ترى اثنين في كاب ما مديك، لازم تذبح بعد. اي عشان مقلدش بروح ابلغ قايدين، بروح اسوي عليه معروف. بقول الرجال ما سلمان انا ما يرمي، ما يسوي شيء، ما يرمي. جلتش يا رجل، جلتش ما تخري. ايه تو ذا الحين يموت. شفت الجلتش اللي يطلع لك يوم ترمي على الدبابة وما يصير شيء؟ انا صارت قعدت لي 50 طلقة راحت. لا ما هو كيفي تو ذا مستر، ما اطلع. صدق انك تركت يا سلمان من السواق ووقف؟ والله لا، من جنب كذا، ما ادري كيف جات من الزاويه من الجنزير كذا. انا جاني من هنا واحد، احتاج
يا اخي الشاصات هذه مره مره طيب اجيكم اجيكم هيا ضربت عندكم ارتير نحاشو اما لا تكفى تكفى لا تموت عليك بعد اي مضاد اما سوى الله عندي دستروير ها هذا جاي من هنا ها خرح السي خرح السي خرح السي السي ولا نسحب عليه ما اكل في هذه هنا ها هذه هنا والله ما تحت من الكرو عندي والله We've captured most of the strategic zones. كم باقي على التسليح؟ ترى ما مضادات ها؟ ما لا لا مو هذي ام 10 ام 10 لما عشرة نفس الصوت الهيبي تحس الجنزية الكاس تحس الصوت الحك هي هي تريلا بانزر هي اشوفه اشوفه علق ذا يصدم في شجر مختفي هنا في شجر هنا مختفي يصدم ويوقف الدبابة هنيك هذا لازم انزل مضاد الروسي ذا بعد